اثنين ثلاث اربع خمس احسن هيك سوا 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 واحد بوكس تريد تراجع ايوه يلا فوز احسن فوز يا ودي واحد واحد فوز 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 يلا حكيم ساعتين يمين ساعتين يمين يلا حكيم احنا بمنطقة راس العين المنطقة مسكرة وبدنا نشارك نتمنى ان نشارك بطولات بالشمال يعني احنا هنا منطقة مسكرة ومعزولة وطالع من الدنيا بنوب والحمد لله عندنا مدرب الله يجزاه الخير ما جاء يقصر معنا وجاء لعبنا تمارين حلوة والحمد لله جاء نلعب ثلاث ايام بالاسبوع ونلعب تمارين مضبوطة الحمد لله ومركزين بلعبتنا يعني وبس ناقصنا لوازم كثيرة يعني ناقصنا كياس ملاكمة ناقصنا أجسام ناقصنا خوذ ناقصنا لباس بشكل عام ما عندنا يعني يعني نجي باللباس البيت ما عندنا لباس ونتمنى أن نطلع بمشاركة بطولات بأسرع وقت ممكن يعني الحمد لله جاهزين احنا لأي بطولة أسع جاهزين احنا بيعدنا شباب الحمد لله جاهزة وتلعب مستعدة تلعب بطولات بأي مكان كان الحمد لله رب العالمين بدهم بعض كل شيء بدهم إذا فوق هذا ضياء على خليك أحسن منه أنت إذا تمتاز عليه سرعتك ها عليه طلع في الجدار هذا بابا جو دي ساعتين مين بيجي يلا شو ساعتين مين يلا ساعتين مين جت مين فوق ما بصحوا لا نحن هون صرنا شي سنة ونص عم نتدرب رياضة ملاكمة وصراحة أول شيء الأمور بخير وفي إقبال على اللعبة بس يعني من قلة مشاركات خارجية يعني اللي هي مثلا هنا هون منطقة مسكرة مثلا منطقة نبع السلام هي ما في غير نحن تل أبيض تل أبيض ما في ملاكمة ما في غير النادي تبع رأس العين هو في وجود ملاكمة وأي رياضة إذا ما فيها احتكاك ما راح يصير فيها تقدم، نحن بنتمنى من القائمين على الشيء على الرياضه انه ياخذوا في الاعتبار يشاركونا في البطولات يلي بتقام في الشمال السوري. بنتمنى انه يستجيب لهالشغل يعني نحن هون عم يصير تململ، اللاعب يلعب شهرين ثلاثه عم يتطور في انه لعيب تطورت كويس يعني. بقول لك بدنا نشارك بنوعد يوم شهر شهرين ثلاثه ببطل او مثلا ببعد بصير عنده عدم توازن في التمرين. وتململ من وراء المواعيد المزابطة فبنتمنى ان ياخذوا في الاعتبار ويشاركونا صار في بطوله نروح نشارك فيها حتى الاحتكاك هو اللي بجيب التقدم للاعب وثبت نحن هون كمان عم نلعب في اقل المستلزمات يعني مستلزماتنا ناقصه كثير يعني نحن بنلعب بدون واقيه اسنان يلي هي متطلبه بدون حلبي يلي هي حلبه الملاكمه اللي بتلعب ضمن حلبي ما بنلعب مو موجوده عندنا فبنلعب قدر الامكان في شو الموجود في المتاح بنلعب فيه حتى نحيي هاللعبه الرياضه وتكون موجوده في المنطقه. كبير كبير خليك صغار معنا يلا جار هو بط عبد الله ملاك هيك طويل هيك طويل محمد هيك طويل معي
وانت الطويل اشتبك مع بلوك هاي بعد عنه بس تروح بدي شكله بوجهه الطويل الطويل عاف ما ايه يا ضربتين ولاك يلا وانت مش حكيم وانت مش بوكس بوكس وانت مش صوب صوب مدف 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 صوب صوب طلع طلع يلا بداش اسحب انت ما ما ايه بوكس يا خالد خالد هات لعبة صفات ايوه خليك مع التراجل حط ايوه ايوه هيك خليك ايوه هيك خليك مع ايوه خليها تلعب عليه ايوه خليك جبل حطها يا سار 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 سار